نافع بن فضلية من أعيان بني علي من قبيلة حرب، توفي رحمه الله تعالى في سنة 1376 من الهجرة. كان الملك عبد العزيز رحمه الله يقربه ويدنيه لديانته وعقله وذكائه ولشعره أيضا، فله أشعار كثيرة في بعض المناسبات التي يمر بها الملك عبد العزيز رحمه الله. في أثناء حصار الملك عبد العزيز لحائل، طلب من نافع بن فضلية أن يذهب إلى بريدة ويشتري له إبلا سمانا، وأعطاه مبلغ من المال وقال له إذا كسرك شيء شوف مدير مالية بريدة. قال له طال عمرك أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، شوف لك واحد كاتب يعرف يقرأ ويكتب. قال له لا الأمور مزينة والله يسر لك أمرك. وبالفعل راح نافع بن فضلية، لكنه رجل ذكي وفطن، قال أنا لو أدخل السوق وأقول لهم أنا جاي من الحكومة بيزيدون علي السعر. وتوجه سرا إلى أسرة الجربوع من أعيان بريدة وأخبرهم بهذه المهمة السرية، وقال لهم اشتروا طلب الملك عبد العزيز وجيبوا معاه الرعيان ولا حد يدري أنها من الحكومة. وبالفعل تم شراء الإبل التي يريدها الملك عبد العزيز، بل وزاد من المبلغ الذي رصده. فرجع نافع بن فضلية للملك عبد العزيز وقال له طال عمرك هذا ابنك وهذا المبلغ زيادة على اللي أعطيتني. فقال الملك عبد العزيز رحمه الله وهو يبتسم أمي أمين خير من كاتب سروق، وهو يشير إلى أمانة هذا الرجل وعدله. نافع بن فضلية يا سادة كان له مجلس لا ينقطع عن الضيفان، كان مجلسه لا ينقطع عن الضيفان الذين يأتونه ليقضي لهم حاجاتهم ويزين لهم أمورهم. وأنشد في ذلك شعرا وقال هذا يجي طالب وهذاك مطلوب وهذا غريب ما لي قاله مباتي. وكان رحمه الله تعالى منصى لأرباب الحاجات، لأن الملك عبد العزيز كان يجله ويحترمه ويثق به ثقة تامة. في يوم من الأيام وهم جالسين مع بعض عند الملك عبد العزيز، أراد أن يمازحه فرمى أمامه أجلكم الله التراب. فقال نافع الله لا يكثر جنسك. استغربوا اللي قاعدين كيف يواجه الملك عبد العزيز بهذه الدعوة، الله لا يكثر جنسك؟ وهو طبعا عنده شيء في باله. فابتسم الملك عبد العزيز وقال لهم صدق نافع الله لا يكثر جنسي، لأنه يقول الله لا يكثر جنسي فإذا كثر جنسي حصل التصادم والحروب، وهذا من عقل نافع بن فضلية وسلامة قلبه وحلو لسانه وثقة الملك عبد العزيز رحمه الله به. وأخباره كثيرة لعلها تذكر لاحقا إن شاء الله تعالى.